نفكر في أن نسد حاجة آنية. هذا الفقير الليلة عشاء ما عنده، نعطيه العشاء في هذه الليلة. هذا عمل جيد مقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي محله، ولكن هذا شيء مؤقت، لأن الليلة يتعشى، بكرة هذا الفقير يتحير في غدائه، غدا ما عنده. هنالك مثل لطيف يقول: لا تعطي للفقير سمكة لأن يأكلها وينتهي الأمر، ولكن أعطه شبكة. أنت إذا أعطيته شبكة هذا يستغني طول عمره، لأن كل يوم يذهب إلى البحر ويصيد الأسماك ويتعيش بها.